السؤال مو جاي أنا مثلا بحوي هون مجتمع مع كمل شمعون وكلمة وين يمكن نعدل الدستور يمكن لقى الشخص اللي عم ينبش عليه جيبوا لهون كيفك؟ كيف شايف؟ منيح مش أكتر من هيك. مين أنتو؟ شو بدكم مني؟ ليه خطفتوني؟ أنا رياض الصلح وهي ساندي العلم. مش نحن اللي خطفناك، هو الفرنسوية اللي خطفوك. ليه؟ شو بدهم مني الفرنسوية؟ بدهم ياك ميت. ليه؟ شو عملت لهم تيقتلوني؟ بعد ما عملت شي، بس رح تعمل يا بشارة. كيف تعرف اسمي؟ وعن شو عم تحكي؟ بشارة الخوري، الحياة اللي عايشين فيها نحن كذبة. خيال الفرنسوية تيحتلوا لبنان خدروا الشعب كله وتحكموا بعقله. شو عم بتقول؟ اخترعوا عالم جديد وعملوا كمبيوتر كبير وصلوا له عقلهم عليه. هو العالم اللي عايشين نحن فيه هلا واسمه الماتريكس. شو بدكم مني انا؟ عم نعرض عليك فرصة تتصير انسان حر وتتحرر. وشو العمل؟ هذا سلار رح يدق بعد شوي، إذا رديت عليه رح تصير إنسان حر، وإذا ما رديت عليه رح توقع بتختك. ما كأنه صار شي.
هلأ بالماتريكس. مثل ما قلت لك من قبل، كل شيء عم تشوفه حواليك ما انه حقيقي. اخترعوه الفرنسوية طي يسيطروا علينا. عم يهونا بعالم مش موجود طي يستفيدوا منه. ما فهمت شو قصدك، كيف يعني انا المحرر؟ في نبوءة بتقول انه يوما ما رح يجي شخص ويحقق لنا الاستقلال وهو المحرر. كيف رح يحرركم؟ رح يتخلص من مفوض السنة يلي هو هيلو. بس مين قال لك انا المحرر؟ رياض رياض يا حو هيلو قريب عليكم، انا واصلة انطروني. الرسالة مني لك الشيف لبنان. مثل ما عرفتوا المحرر انخطف والعدو أقوى بكثير من قبل. نحن بحاجة لألكم، ساعدونا نلاقي بشارة. رح نبعث لكم الأدلة تتعرفوا من وين تبلشوا. فوتوا معنا على الماتريكس وخلينا نسترجع المحرر. بسرعة لا ما فيك تموت، انت المحرر.